عسلي ما بدأ عايش. مرحبا بيك. عايشك عايش. حابين نحكي واصلا نسالوا المراه التونسيه كيفاش قاعده تربي في صغارها وخاصه الجيل الصاعد. الجيل الصاعد قوي برشا برشا برشا، والام تعبه برشا 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 للدار والخدمه المسؤوليه والراجل حاسين كل شيء كل شيء. تونس ياسر تبدلت برشا. معناها عندك صغيرات؟ عندي بتبيع بنيه وليد. بنيه وليد، كيفاش علاقتك بيهم؟ كيفاش قاعده تربي فيهم؟ سبل التربيه يعني بصفه عامه في العائله التونسيه، القيم والمبادئ اللي انت قاعده تربي بيهم في صغارك كيفاش؟ والله انا ربي فيهم كيما انا امي ربيوني، فهمت والدي. اما الجيل هذا قوي برشا، معناها تبدلت ما عادش مثلا حتى كي تبدا تحكي مع عبيد ولا حاجه لازمها تعرف شكونك. انا كنت قبل معناها كل حاجه في بلاصتها، كنا شكون نحكيو مع شكون، مع خالتي عمتي هكا هو. اما مش كيما توا الجيل هذا على بعضه معناه ما يهموش، لازم يعرف كل شيء، لازم الانترنت هي اللي تغطي على كل شيء، فهمت. صغير تحسه واعي بدرجه النورمال، معناه اكبر من عمره، اكثر من عمره. يرحم والديك، معناه انت تتعب حتى في باش مش مالك مغلوب باش تدبر راسك فيه، تقول له اعمل لك الحاجه بالعاني، هو يسبقك فيها يقول لك ليه امي راني انا الحاجه هذيك نعرفها. ما نجمش تعديها عليه. ما نجمش نعديها عليه، فهمت كيف. ابسط حاجه حتى في الماكله، حتى في كل شيء كل شيء، فهمت. معناه تعبنا برش بخص الام. الراجل هكا يجيب على الاقل يجيب الفلوس هكا، الراجل يخدم على روحه زاد تعب. مش تعب لدرجه كيما امراه، الام تمشي تخدم وتجيب وتقري. انت مدام بتبيع، فهمت، تخدم وتقري وتجيب وتيد ومنه معنا ياس المسؤولية. اللهم صلي على النبي، وكهو ان شاء الله ربي يعطينا وقت الطيب اكهو يا رب. انت موفقة يعني ما بين خدمتك وعائلتك؟ اي والله، اما امي معايا راهو ياخذ الحمد لله. الحمد لله، يعني هي اللي هي بالصغار. اي انا نخدم ومعاونتني امي، معناها محليها كي يكونوا صغار عند الجدة. متربين. اي بالضبط معناها امي هي المسؤوليه كما نقولها اكثر مني، فهمت. اما انا هاني نجيب الفلوس وكا. ان شاء الله ربي يعينك. الله يا ربي. معناها المعامله نتاع مع الجيل الصاعد يقولوا انها صعيبه شويه. صعيبه برشا 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 برشا. هاني قلت لك انا انت حتى باش تخدم مخك مثلا تقول في يا هو يسبقك فيها الحكايه ما غير حتى شيء. واقنعوا بشويه ويجا منا وعيش ولدي كيما عشنا، معناها كيما تربينا. العصر يختلف. اي اختلاف كبير ياسر. الانترنت ياسر ياسر ياسر، فما شكون اللي يذيع فيها جمله واحده، معناها يخرج من العالم هذا جمله مسكين، معناها تصور انت البراءه نتاعو ينحيوها له. راه تصور انت صغير معناها تلقاه يحكي بمخ 20 سنه وهو عمره 13 سنه. فهم حاجات اكثر منك. يرحم والديك، هذيك خايبه راه صغير مسكين يضطرب برشا. لكن هوني كيفاش بون ما نجموش نمنعوا عليه الانترنت. لازمني نعس لكن على ولادي، لازمني اوقات معينه. ايوه، مش تخليش صغير وحده، لازمك تعس عليه، لازمك تعمل عليه رقابه باش هو. هي انترنت في يده. حبينا ولا كرهنا. والانترنت فيها كل شيء. انا شريتها له، شكون باش يشريها؟ والانترنت فيها كل شيء. شريت له معناها مش حاجة غريبة معناها، فهمت؟ أما نخاف على ولدي، أما نعس عليه بسرقة وبالجهارة، باش على الأقل تلقاك الإنسان هذاك شنو هو ربى، شنو هو وصل، معناها عندي هدف معين، إن شاء الله يكبروا لي، إن شاء الله ينجحوا. إن شاء الله يا ربي. أكيد تعب عليهم إن شاء الله. الباهيين والناس معناها دافين، المفيد يبداو مخهم معناها باهي. اما اصعب تربيه الطفله ولا الطفل بما انك انت عندك طفله وطفل؟ الوليد، الوليد برشا. الوليد محلوله؟ الوليد العين محلوله، ابار حتى عين محلوله تحسه يحب يعمل شخصيته ينجد. يعني يحس روحه سي يكبر ولا راجل. صحيتك، اكثر من البنيه تهدأ، البنيه هكا تقلع عيش بنتي منها تهبط، فهمت. اما الراجل بوه كي يعمل لي برشا 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 كبوه، معناه هو اللي يهده شويه على القليل. اما مواقف لازم تدخل الاب. تبيع الام والبوغ مع بعضهم، لازم هما مزوز معناها يكملوا بعضهم، يكذب عليك اللي يقول لك. شكون اللي هي بتربيتهم اكثر؟ الام. انا قلت لك انا الام راهو يكذب عليك، علاش يقول لك الجنه تحت اقدام الامهات؟ الام زاد الاب، والله الاب عنده قيمه كبيره. لا ما نحسش هكاك. والله عنده قيمه كبيره على الاخر. اي يحكم، اي عنده السلطه بتبيعك، يحب يحكم بتبيعها، فهمت كيف؟ السند. ها؟ السند. اي هكاك هكاك. اما ديما الام وحدها اهل العمر.
انا حسب رايي ما نجموش نميزوا البو على الام ولا الا الام على البو. نحسهم الزوز حاجه ما تتعوضش، الزوز حاجه يكملوا بعضهم، يكملوا بعضهم وكا والله يكملوا بعضهم. ان شاء الله ربي يعطينا وقت الطيب. مقسمين المصاريف بينك انت وزوجك؟ هكاك هكاك صافا صافا باهي ماشي الامور والله لاباس. راكي يطيح على واحد؟ والله طايح علي انا يا بنتي طايح. باهي صافا صافا، المفيد متفاهمين هكا هو. ماكش كاريه ولا حاجه؟ لا لا، المفيد ولادي هذوكم الزوز، انا ما يهمني في حد شيء، يهمني هذوكم. اهدافك المستقبليه هما صغارك؟ بالطبيعه انا عشت يزي ما الحمد لله الحمد لله كل وقت وقته معناه، اما تو في الجيل الصاعد معناه، انا المفيد هذوكم يطلعوا لي بالقدا وكهو. قلت لك ان شاء الله ربي يعطيهم وقت الطيب وان شاء الله ربي ينجحهم هذيك هي ويطلعوا حاجه باهيه في المجتمع هذايا. انت من نوع المسيره لصغارك والا معناها تخلي لهم الاختيار لهم هما في مستقبلهم تبع؟ لا المسيره سيرهم سيرهم، ما نخليهمش يختاروا شنو الحاجه اللي يحبوا يعملوها هما في المستقبل. لا نخليهم على راحتهم، لا مانيش متعقده. عندهم حريه الاختيار؟ اي عندهم حريه، اما فما في نطاق محدود، فهم كيفاه؟ زاد الام عمرها ما ترمي ولادها، فهمت؟ لازمك تعرف كيفاش تحطهم وين تحطهم بالضبط، فهمت؟ اما ما عندهم شخصيه بالطبيعه كل واحد عنده شخصيته، فهمت؟ اما لازم تعرف تتحكم في حاجات معناها معينه. خلطتهم مثلا؟ بالطبيعه معناها لازم، خليني قلت لك انا صغيرك ما تطيحوش، ما يروحوا فيه للدار امورك واضحه معناها، حتى في الكرير معناها في اي حاجه معناها لازم تعس على اولادك، يكذب عليك حتى انت تخدم راه بالتليفون ديما وينك وين درجتي وين مشيت. ما يكبر خاطر فماش صغير يكبر ساعه في عين والديه، ديما يرى فيه صغير حتى كي عرس. بالطبيعه معناها ديما المسؤوليه الام معناها تعطيه الصحيح، عمرك امك ما تضيعك ولا باش تهزك معناها حاجه لبلاصه، معناها ديما تعطيه الصحيح. باش تنصحهم؟ معناها كي تقعدوا تحكيوا باش تنصحهم، وهل فما حوار ساعه بيناتكم ولا خاطر الظاهر انهم صغيرين ولادك؟ بالطبيعه فما حوار بيناتنا، الاكثريه البنيه معناها البنيه، هاني قلت لك انا البنيه ديما تميل لامها الاكثريه، معناها تحكي لها والولايه زاد راه مش خايمه، اما مش كيما البنيه ديما. اي ديما بحذا امها تسمع اكثر كلام امها، كلام عايش بنتي اي والوليد الام، فهمت؟ كهوية نخلي لك الكلمه الاخيره. ربي يفضلكم وربي يفضل الجيل الصاعد هذا وان شاء الله ربي ينوب علينا كهو. عايش عايش مدام.